عليكم ورحمة الله وبركاته. صدمة الأهلي بسبب إصابة إمام عاشور. كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن طبيعة إصابة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي المنتظر ولاعب نادي الزمالك الأسبق ونادي ميدلاند السابق. اللاعب الذي يقترب من النادي الأهلي من الإعلان عن ضمه إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد، تحدث أحمد عبد الباسط عن موقف إصابته في أخبار قد تكون صدمة للنادي الأهلي، حيث أكد أن إمام عاشور مصاب بإصابة قوية وهي قطع في أحد الأوردة في العضلة الخلفية، وهي إصابة وصفها أحمد عبد الباسط بالإصابة الرخمة، وأكد أن إمام عاشور يحتاج ما لا يقل عن 3 أشهر علاج للتعافي من هذه الإصابة ومن بعدها مرحلة تأهيل له، وأشار إلى أن الأمر سيأخذ وقت أصعب مع إمام عاشور كونه لا يلتزم بالبرامج العلاجية الموضوعة له. وأما أول ما أتصاب في الدنمارك طلب يتعالج هنا في مصر تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري. إمام ما التزمش طوال فتراته اللي فاتت وممكن فترة علاجه تواصل 5 أشهر، لازم يتابع يومي الحالة بتاعته أحسن برضو.